متابع مع وول اوف فيم وبصرنا استقبل المره الثانيه معي منال ملاط. اهلا وسهلا فيك. روي خوري وكريستيان ابو عني. رح نحكي كمان عن المسرح الشبيه بمسرح برودواي. السنه الماضيه شفنا وان نايت اون برودواي، السنه رح نشوف فور ذا لاف اوف برودواي. منال خلينا نبلش معي. اوراي لما انا بحب ليديز فيرست شو بكون؟ منال عم تشاركي للمره الثانيه ثالثه اكشلي ثالثه معهم، لا يعني اكيد حضرتك الفوكاليست، حضرتك المطربه الاساسيه بهالشو، ون اوف ذا مين بيرفورمرز. ليه بعدك مكمله؟ سؤال كثير حلو. ليه؟ لانه ماضي كونترا بس كرمالهم كرمال الجزائر. ليه؟ اول شيء انا بعتقد برودواي جزء كثير كبير من حياتي، لانه كثير اتس ا بيج انفلونس، يعني اتس بارت اوف ماي كارير وكل شيء، وهيدي ثالث سنه بشترك، لانه سو اتس كايند اوف ذا بيست اوف اذا بدك، من اول سنه وثاني سنه لاكوز طبعا. واكيد لو بصير اشترك مره رابعه وخامسه وسادسه وسابعه ما بقول ما بفتكر رح يتخلوا عنك. على كل حال شو راي؟ شو راي؟ الهيئه شو؟ راي خلينا نرجع نذكر شوي بالكونسبت كله، كيف بلشت معك الفكره وقد ايه اخذت فعلا اقبال، يعني كان في هيك اقبال كثير كبير. صح. هي فكره One Night on Broadway هو compilation من عدة performances من musicals عم ينعرضوا بنيويورك أو انعرضوا من قبل، فجمعت البست أوف، يعني أحلى ما بيخلصوا، بس أنه جمعت من أحلى performances كلهم حلوين. صح. وعملتهم بـ One Musical Concert كلهم جمعتهم مع بعضهم. قد إيه مدته كانت السنة الماضية؟ ساعة ونص ساعتين تقريبا. السنة كمان نفس الشيء مزبوط. السنة رح أجمع من أول سنة وثاني سنة كمان البست اوف تبع البست اوف. ورح تزيد عليهم شيء او رح تكتفي باللي لا مرة. يعني هن اللي موجودين بس الترانزيشنز، يعني نحن هول الاشياء اللذيذين اللي نحن عم نشتغل عليهم، ترانزيشن بين بيرفورمنس وبيرفورمنس، ما في قصه بس في ترانزيشنات لبنانيين بيقدروا يعلقوا هالسينز ببعضهم او ايه، يعني في كونتينيوتي لوجيكال بين بيرفورمنس وبيرفورمنس، بس مش انه قصه عم نتبعها. السنة الشيء الجديد انه عم نعملها مع ان جي او اللي هن انيمالز لبنان. فمشان هيك سميناها كنت عم تقول لنا فور كوز، لكن في قضية عم بتساعدوها، في جمعية عم بتساعدوها لحتى. ليه اخترتوا؟ مين اللي بحب هالقد الانيمالز؟ مين ما بحب الانيمالز؟ كلنا بيسكلي، يعني كل التيم انيمال لوفرز. لا حتى في ناس مش انيمال لوفرز، بس انه اتس ا كوز ات ذا اند اوف ذا داي، واكيد عم بيعملوا حدا عنده مشكله اكيد ان كان بحب او ما بحب. كريستيان كمان عم بتشارك مش لاول مره، اي مره صارت الثالثه كمان، يعني كانه التيم نفسه ما عم بيتغير. اكيد شو اللي خليك تشارك للمره الثالثه والسنه شو عم بيكون هيك منحس مختلف بالبرفورمانس تبعك؟ يعني اكيد مع الوقت في ناس بيزهقوا بس في ناس بيرجعوا بيتحمسوا من اول وجديد. مزبوط. هيدي ثالث سنه بعد الاكسبيرينس اللي قطعنا فيها بعد السنتين، اكيد كنا محمسين بعد اكثر نرجع نخوض هالتجربه، خاصه انه ديجا القصص اللي انعملت قبل، وهالمره عندنا بعد فرصه نعملها بطريقه جديده، نظبط القصص يمكن يلي لقيناها تطلع بعد احلى. فاكيد سيفرينا هون عم نحكي على اداء او تغير كمان اشياء ان كان بالاخراج او ب كل شيء امور فنيه، يعني اكزاكتلي كمان قصص كثير تغيرت كاخراجيا، راي غير قصص بالكوريوغرافيز، يعني كانه في كمان نظره جديده لهالتابلويات. والشيء مثل ما قلنا الحلو هالسنه انه عم نعملها كلنا لقضيه معينه اللي هي لانيمالز لبنان، بقى الشعور انه عم تطلع تغني وتعمل شيء اللي بتحبيه بذات الوقت عم بتساهمي بقضية، هذا الشيء بعتقد حنكون كلنا عم نعطي أكثر من قلبنا يمكن هالسنة كمان. روي الإخراج الأشياء الفنية مثل ما كنا عم نحكي إن كان الملابس أو غيرها أو غيرها، بتنقلها نفسها أو بيكون في تغيير؟ المود هو ذاته بس لا أكيد، يعني أكيد كلها ماي أون تاتش يعني فيها. الكوستيومز في كان انترفنشن من باسم فغالي هذيك السنة، قالوا كان هاي باسم هاي باسم هو ساعد بال هو اخترع، يعني باسم عطى كل الافكار ككوستيوم ديزايننج وحتى الاكزكيوشن كانت منه. عامل كل شيء مش بس هيك استشاري او لا لا، هو يعني الكوستيوم ديزاينر بيسكلي. الكوريوغرافي واخراج وهيك ذات الجو عم بيضله، يعني بحترم اكيد ذات الفكره والجو، بس
واكيد عم يتغير سنه ورا سنه يعني حتى لو سنه عامل بيست اوف كمان عم يتغير كل شيء يعني مش معقول يكون عم يمرق نفس الشيء كله يعني بدك في قصص بتتغير امبروف حتى على اللايف يعني والحلو انه اكيد نحن عملنا بست اوف هذيك السنه واللي قبلها بس مثل ما قال كريستيان انا بدي زيد شيء انه كمان هيدا تشالنج لنا احنا ما عم نرجع نعيد نفس التابلو مثل ما قال روي على طريقتنا بس كمان اتس تشالنج لانه اول سنه يمكن كل واحد كان عم بيلعب مثلا توتال اوف فور رولز والسنه اللي قبلها كمان هالمره عم نجمع كل شيء سو كل واحد اتس بيجر تشالنج عم بيلعب مينيمم 5-6 ادوار انا بدي احكي أكثر. عن هالموضوع يعني بدي احكي انه عن الاداء كمان قد ايه الاداء مع الشخص يعني مع خبرتكم مع الوقت اللي عم يمرق يعني كمان قد ايه ممكن تضبطوا اشياء يمكن ما كانت عجبتكم بالاداء الاول او الثاني يعني مزبوط بترجعوا بتعملوا هيك مثل اوتوكريتيك شوي نقد ذاتي اكيد الاوتوكريتيك بتصير بعتقد كل يوم مش بس من سنه لسنه بس اكيد بحس انه حيكون الريزلت يمكن ما بدي اقول مور بروفيشنال بس يمكن حنكون سوبر مرتاحين مع حالنا مزبوط يعني مزبوط خلينا نشوف فيديو حضرته لنا اياه وبنرجع بنرجع لحديثنا بولوفين مع منال ملط اهلا وسهلا فيك كريستيان ابو عني اهلا وسهلا فيك وروي خوري روي نحن بنعرفك بهالعمل يعني انت الفكره لك الانتاج لك الاخراج كمان لك وكمان فوق هيدا وكله بتمثل وبتغني كمان بالسبكتاكل اللي راح بيصير باول نيسان بكازينو جيليبون بس اللي ما بيعرفوا الناس عنك حتى انا ما كنت اعرفه هلا منال خبرتني لانه انت شخص كثير متواضع فعلا هو انه انت كنت ببرودواي اللبناني الوحيد يلي غنيت ومثلت على مسرح برودواي خبرنا شوي عن خبره ايمتى شيء قولون من قبل ما ارجع يعني من قبل 4 سنين درست هونيك برودواي ميوزيكال ثياتر يعني تخصصت هذا كان الدومين تبعي واشتغلت هونيك بكذا ميوزيكال كم سنة بقيت؟ 3 سنين تقريبا واو حلم هيدا عن جد حلم ورجعنا وجب معه جبت الكالتشر يعني معه وعبالي كان أعمل شيء هون مع بيور لبنيس تالنتس لأنه كل
يعني اللي عملتهم لهلا كانوا كلهم 100% لبنانيز، وهذا اللي اكثر شيء العالم تحمست له، انه بيورلي لبناني، ما في بيورلي لبناني، بس عن جد يعني مبين برودواي حقيقي. هي. يعني مبين كانه على كل حال اللبنانيه ابدا مش ناقصهم موهبه ولا ناقصهم احترافيه، يعني فعلا مثل ما شفنا باول فيديو. قبل ما نتابع خلينا نشوف فيديو عنك انت بالتحديد. عن جد روعة، يعني شيء كتير حلو، شيء كتير محترف. أكيد هذا الشيء كتير صعب لحتى يتنفذ يعني، بس كنا عم نحكي كمان عن الإنتاج اللبناني، إنه المنتجين اللبنانيين حتى أنتوا عندكم production company هيك على قدكم شوي فينا نقول، يعني في ناس عم يقدروا يشتغلوا بالإنتاج. كنت عم تقولي لي بدك تخبريني عن هالموضوع. إيه كنت actually كنا عم نحكي عن الموضوع أنا وكريستيان، يعني مش من زمان، عن قصة إنه we do have an entertainment company, production company اسمها كاست production، وبعتقد هدفنا ومفروض يكون هدف الكل انه نشجع اللبنيز production. يعني راي ام بهالعمل it looks international، وكل الناس بتقلنا انه يي شكلكم مش لبنانيه وكذا، بس لا نحن لبنانيه، هذا عمل لبناني وهذا production لبنيز وكلنا لازم. طب بتفكروا شي نهار تعملوها على لبناني؟ يعني باللغه العربيه مثلا؟ That's my next project. طب كيف حزرت؟ لأنه كتير انطلب، وأنه قد ما كان نحن كمان نيت ونحس حالنا يعني معنيين كمان أكتر. هذا عم بعمل شيء purely Broadway American، منه لبناني أبدا، بس عم بشتغل على أنه أعمل شيء بهالضخامة بس أنه يكون أكتر لبنان. يعني نحن على كل حال من مجرد ما قررت أنه ينعمل هالسبيكتاكل بلبنان، معناتها بيّن أنه بدك تبين الفن للبنان وتشتغل فن كمان للبنان. يعني كريستيان كنا عم نحكي كمان انه هالعمل هيدا بده تقنيات كتيرة، ان كان بالغناء او ان كان بالتمثيل بالمسرح، التمثيل المسرحي كمان والوجود على المسرح، يعني ما انه شغله سهله وبده علم كتير. يعني مزبوط. تخرجت تمثيل واخراج. اخراج نعم. اشتغلت اكثر، يعني اضطريت انه ترجع تتمرن على التمثيل او تشتغل على التمثيل كرمال هالعمل بالذات؟ اكيد، لان لك بلبنان ما في اختصاص ميوزيكال ثياتر او حتى كثقافه معينه، ما لنا موجوده عندنا بالدومين الفني اللي عم بلبنان. انه عندنا خاصه اذا عم نحكي ببرودواي ستاندردز، لازم كل بيرفورمر يكون عنده باك جراوند رقص وباك جراوند تمثيل تقدر يكون برودواي بيرفورمر. انه هون ما في مثل سكول لهالشغله، فوقت راي اجى وبده يعمل كان هالشغل، اول شيء تفاجئ، مش تفاجئ انه كان يعيش هون، بس انه حس في نقص، كان عم بنبش على الناس يلي يقدروا تكومباين هالثلاثه تالنتس بذات الوقت، لانه المفروض وقت يحضر برودواي شو ما يحس بافار معين، ما يحس انه عم بيعمل بايات وعم بيفكر فيهم، وما بيقدر ناتشرل. كمان هو من اول وجديد يرجع يدرب ان كان الممثل او ان كان على الغنى، معناه هيك عمل هو اضطر يرجع عنده يدرب يشتغل 1 اون 1 مع الكل، وكان فيري بيشنت. حتى انتو اكيد، حتى نحن اوكي بنعاد بروفيشنال سينجرز، بس كمان ما عندنا الباك جراوند يلي بيتطلبه برودواي، وحتى السينجر الدانسرز اللي عم بيرقصوا معه كدانس تروب كمان صاروا عم بيغنوا، يعني كمان هنا عم بيرقصوا وعم بيغنوا بذات الوقت، فانه هو كان عم بجرب ينقل هالثقافه للبنان، وهذا الشيء اللي بعتقد القوه، انه بعتقد لازم نوصل لمحل نوقف نسمع انه مش باينين لبنانيه. لأن ما بعتقد قلنا يعني لبنانيه هيدي بالعكس. لا انا ما بعتبره كومبلمنت، لان لبناني قد كانه لبناني ما بيقدر، بلا لبناني بيقدر، كانكم مش لبنانيه، خصوصا انه عم بيصير كله لايف وفي معنا اوركسترا لايف، يعني والعالم ما كثير عم تستوعب انه عن جد عم تغنوا لايف او بلاي باك، لانه كمان ما لنا معودين نسمع لايف عالم. لا لايف ومكترين وفي تغييرات اوقات بتصير يعني على كعبه مثل ما بيقولوا. خلينا نشوف بعض. يلا
يعني بس لاقول انه انت وقاعدين عم تنتقدوا كل الوقت حالكم المسرح بروفيشنال قد ايه صعب قد ايه حلو بس هيدا الشيء عن جد يعني هون بضل الواحد يتجدد دائما راي في صعوبات بهيك عمل صح وخصوصا انه في معك فرقه موسيقيه عم تعزف بشكل مباشر كل العرض يعني شو اكثر صعوبات عشتها يكون كله مش بعضه لانه ايه يعني كله عم بيلحق بعضه كله يعني في الديكور اللي عم بيفوتوا يظهر في اللايت ديزاين في الاوركستر اللي معنا والدانسرز والكيوات كله على الوقت على الان بس ليه عم تنعمل ليله وحده يعني مش حرام عمل بهالضخامه ينعرض ليله وحده بدنا نسال المنتج والمنتجه شو نظرتكم على هالموضوع بعتقد هو لان عملت هلا لهالاوكيشن لا انا مش لبنان تتعاون ان هي اتس ا فاند ريزنج كونسرت مشان هيك اسمها فير اكزاكتلي كمان اتس ا فاند ريزنج كونسرت اكثر ما يكون هذا فهوبفلي فور ذا نيكست بروجكت اكيد حنا عم بفكر يفوت أنا مثل هذيك السنه واللي قبلها كان العرض يعني 3 ايام 4 ايام كنا مزبوط بس انه هلا ايه مثل ما قال كريس اتس ا كوز اتس ا وان تايم ايفنت ما انا ريزون دو بلس لكم صراحه ما انا عطوني لانه يعني سريع انه ليله وحده العمل عن جد هالقد بياخذ طب بركي فولت السال مثلا كل الناس حماس اضطرينا نجد نمدد ايه هيك لازم يصير هيدا المفروض انا بدي اشكر وجودكم معنا بدي اقول لكم جود لك ان شاء الله دائما من نجاح الى نجاح وكل شيء جديد نحن بدنا نعرف فيه بالاول روي اوكي اكيد ثانك يو لك منال ملات روي كوري وكريستيان ابعاني شكرا لوجودكم معنا ولهون بتكون انتهت حلقتنا لليوم بشكل موسيقي بدي اتمنى لكم ويك اند كله موسيقي وكله فرح واكيد موعدنا بيتجدد بكره باي باي.